السلام عليكم، مرحبا بكم عند رياض دي بي جي. نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. معكم سفيان من مدينه مراكش قصريه الصفاء. المسيره واحد تخصصنا هو بيع الذهب 18 كاراك سائر ذهبيه، تديروا التوصيل لجميع مدن المغرب بالمجان. مرحبا بكم والف مرحبا. بارطاجيو البنات اللايف، بارطاجيو لو ماكسيموم باش اللايف يطلع اكثر فاكثر اليوم، باش تستافدوا من لي زارتيكل اللي كاينين عندنا اليوم. وكاينين لكم عروض دايرين لكم بالنسبه لمناسبه الناس اللي بارطاجوا اكثر عدد ثلاث الجروبات، تيسكرينو وصيفطوا لنا صيفطوا لنا البارطاج ديالهم وتشاركوا معنا في قرعه في اخر الشهر ان شاء الله، اللي غتكون ان شاء الله اللي غادي يفوزوا بها ثلاثه الفائزين. الفائز الاول غيفوز بسلسله معنا، والفائز الثاني غادي يفوز بغورميت، والفائز الثالث غيفوز بحلقات ان شاء الله اللي غادي يكون فيها ثلاث فائزين. ومرحبا بكم الف مرحبا، بارطاجيو اللايف البنات لو ماكسيموم باش كلشي يستافد من هذا البرومو اللي دايرين لكم، وكلشي ياخذ معنا وباثمنة مناسبه. تقريبا اي ارتيكل ناقصه فيه تلقاي من 200 درهم 150 درهم. ومرحبا بكم والف مرحبا، والحاجه الثقيله تقريبا ناقصه فيها 300 درهم. مرحبا بكم والف مرحبا، ما عليكم الا البارطاج وتسكرينيو البارطاج ديالكم باش تستافدوا من ان شاء الله من القرعه اللي غتكون ان شاء الله في اخر الشهر ان شاء الله بحول الله. بارطاجيو البنات، واللي بارطاج ثلاثه الجروبات تاع ثلاثه الجروبات تيستافد معنا في واحد القرعه اللي ان شاء الله يكون فيها ثلاثه فائزين. واللي خدم عندنا اي ارتيكل في هذا الشهر هذا تيشارك معنا حتى هو في القرعه اللي غادي تفوزوا فيها كي قلت لكم ثلاثه فائزين. ومرحبا بكم والف مرحبا، وبارطاجيو لو ماكسيموم البنات، وتنشكركم على البارطاج ديالكم والدعم ديالكم. سلام من مكناس، الاخت من مكناس مرحبا بك اختي، مرحبا مرحبا بك، الله يجيب لينا رزق ونجيو ونشريو. مرحبا اختي، الله يجيب لك الصحه والسلامه، هي كل شيء الله يسر والرزق والتيسير ان شاء الله. مرحبا اختي، مرحبا بك والف مرحبا. سلام اخي، مرحبا اختي بشرى، مرحبا مرحبا بكم والف مرحبا. الناس المدن الاخرى تنشكركم على البارطاج ديالكم والدعم ديالكم والثقه اللي تضعوا فينا، تنشكركم بزاف عليها. مرحبا بكم والف مرحبا، بارطاجيو باش تستافدوا من ان شاء الله من القرعه اللي غيكون فيها فائزين. راه اللايف اللي فات هما راه الناس تبارك الله بارطاجاو وغيستافدوا، والناس اللي غادي بارطاجيو دابا من جديد هما غيستافدوا معنا في القرعه ان شاء الله اللي غيكون في اخر الشهر ان شاء الله بحول الله. ما عليكم الا البارطاج والدعم ديالكم اللي تيخلينا حنا نستمروا ندير لكم اثمنه مناسبه كما عودناكم ديما. مرحبا بكم باش نبداو لكم لي زارتيكل اللي عندنا، بارطاجيو باش يطلع اللايف اكثر فاكثر، باش نبداو لكم بلي برومو اللي كاينين واثمنه مناسبه وخياليه. اليوم بدينا لكم نبداو لكم بسنيسلات اللي الثمن ديالهم مناسب وشي حاجه اللي زوينه وراقيه. نبداو لكم بالخفيف والثقيل، الثقيل ولا الخفيف البنات قولوا لنا الاخوات، قولوا لنا باش نبداو لكم. تحياتي من ايطاليا، تحياتي الاخت من ايطاليا بوش لبنى، اختي لبنى مرحبا بك والف مرحبا، اخت من ايطاليا مرحبا، الناس تاع الجاليه المغربيه مرحبا بهم الف مرحبا. سلام خويا، سلام اختي شيماء مرحبا بك والف مرحبا، سلام عليكم مرحبا. تحياتي من العطاويه، الناس تاع العطاويه مرحبا بكم، والناس تاع القلعه والناس كاع تاع المغرب كله من طنجة للقويره مرحبا بكم والف مرحبا. بقاو معنا اليوم بارطاجيو البنات اللايف باش يطلع اكثر فاكثر، باش نبداو لكم بليزارتيك اللي كاينين عندنا. اللي عندنا السلسله هذه بالثمن ديالها 800 درهم. اي واحد بغى اي حاجه يسكرينها وتواصل معنا في الواتساب للرقم ديالنا اللي هو 0666259 59. انا نخلي لكم هنا دخلت الرقم. مرحبا بكم الف مرحبا. المهم بارطاجيو البنات اللايف، بارطاجيو لو ماكسيموم، نحاول لكم الرقم ديالي 0666259 59 59. 0666259 59 59. اشوف اش هو هذا الرقم. انا غنجبد انا غنخليك تشوف. راه ديالك شوف، هنا باش يبقى في اللايف شي شغل غلط فيها. مرحبا بكم في مرحبا. بالنسبه للثمن ديال السنيسله هادي 800 درهم، شي حاجه اللي راقيه وزويونه البنات. 800 درهم شي حاجه اللي طوندونس، وفيها لي بول من جنب لهنا وفيها لي بول من هنا من لتحت، يعني ثلاث لي بول وفيها اربعه لي موتيف اللي على هذا الشكل هذا، شي حاجه اللي تبقى راقيه وزويونه. يبانكلي باش مرحبا بكم الف مرحبا بالناس. شوفوا هاد السنيسله هادي ب 800 درهم، شي حاجه اللي زويونه. اي واحد بغى اي حاجه يسكرينيها ويتواصل معنا في الواتساب اللي الرقم ديالنا خلينا عليكم ايبانغلي في اللايف ديالنا. الخفيف مرحبا بكم، نبداو لكم بالخفيف الثقيل. اخوات كاينين اليوم الهميزات، بقاو معنا، راه كاينين الهميزات باثمنه مناسبه. عندنا براسليات كاختي وخويت مات كما صيتونا ديك المره، قلتوا لنا بيتو خويت مات في الهميزات، راه كاينين خويت مات تيبداو من 1000 درهم في الهميزات، ما كاين غير الرخاء والرباقه. مرحبا بكم الف مرحبا، تنشكركم بزاف على البارطاج الدعم ديالكم، شكرا لكم بزاف بزاف. الخفيف 800 درهم هذه السنيسله هذه،
800 درهم. هاد السنسله هادي ب 800 درهم. هاد السنسله زوينه وراقيه وزوينه كما عودتكم ديما الصح والعمل. غتبقاي لابساها ديما وغتبقاي يعني عندك تلبسيها في اي وقت في اي مناسبه. هادي الصح والعمل لشي حاجه اللي راقيه كما عودتكم ديما شي حاجه اللي راقيه وزوينه والثمن ديالها 800 درهم. 800 درهم شي حاجه اللي غتبقى لك لابساها ودوقيه. بارطاج لي مول لي بارطاج راه غادي كيقول لكم غيستافد معنا في القرعه في اخر الشهر ان شاء الله باثمنه مناسبه وراق واثمنه اللي قلت لكم يعني اي واحد خدم عندنا اي ارتيكل تيستافد معنا في القرعه ان شاء الله اللي غتكون في اخر الشهر ان شاء الله بحول الله. بالنسبه للثمن ديال هادي 800 درهم هاد السنسله هادي. غادي نوريكم موديلات اخرين اللي كاينين موديلات كثار على هاد الشكل. كاين موديلات في هاد الشكل هذا كاين شانيل وكاين الخميسه فيها. المهم كاين هادي لويز فيتون اللي حاجه اللي زوينه. شحال الطول ديالها اختي هادي؟ بالنسبه للطول ديالها راه 41 سنتيم. اللي بغيتي تزيدي فيها تزيدي 50 درهم وتزيدي فيها 4 سنتيم. معايا جات حل الصباح اختي تنحلو من 11 لجوج ومن 5:30 ل 9:30. اللي كاين في مدينه مراكش مرحبا به، واللي كاين في مدن اخرى تنديرو التوصيل لجميع مدن المغرب بالمجان. مرحبا بكم في مرحبا. بالنسبه لهادي انا دوزت لكم بالثمن ديالها 800 درهم اللي على هاد الشكل هذا راقيه وزويونه شي حاجه اللي ذوقيه. الثمن ديالها 800 درهم. والموديل الثاني اللي على هاد الشكل هذا. المهم غنحاول نوريكم كاع لي موديل اللي كاينين عندنا. محمد شوية تعب زعما بالنسبة للثمن ديال هاد السنسلة هادي. هاد السنسلة تاع اللوينات اللي صراحة هادي راقية وزوينة هادي راه تبارك الله كاع الناس تيعجبها تعجبهم. والثمن ديالها 600 درهم شي حاجه اللي زوينه. وب 600 درهم شي حاجه اللي راقيه وزوينه والثمن ديالها 600 درهم. لكن هي الكورميطه ديالها اللي بغى يستافد منهم بجوج. هي الكورميطه ديالها تتبقى ب 1000 درهم. هي الكورميطه ديالها الا بغيتيها بوحدها تتبقى ب 600 درهم. فان كليف اختي فان كليف الاسود واخا اختي بقاي معايا غادي نحاول نوريه لك غير تسني ولا كان كاع ما وريتوش حاولي تواصل معايا في الواتساب راه خليت لك النمره ديالي وغادي نصيفطهم لك اختي في الخاص لان ما موجدهمش لكم دابا. اليوم موجد لكم بغوش شي حاجه زوينه والسطوارات وسلسله الحضور وسلسله تاع ديما وكاين كيميتشاف. كيميتشاف الاخوات هي بقاو معنا وبارطاجيو اللايف باش يطلع اكثر. الا تبارطاجي اللايف راه كي قلت لكم يعني الا بارطاجيو في هاد الجروبات تستافدوا معنا في واحد القرعه ان شاء الله يكون السحب ديالها في اخر الشهر. واللي خدم عندنا اي ارتيكل تا هو تيشارك معنا في القرعه. ما عليكم الا البارطاج والدعم ديالكم هو اللي تيهمنا والثقة ديالكم تنشكركم بزاف عليها. بقات سنيسلات خفية شيشات كاينين اختي بقاي معايا بالكورميت ديالهم. كاينين اختي ب 1100 كاينين اختي انا نوريهم لك البراسلي. مرحبا بقاو معنا غادي نوريكم كل شيء. راه كاين البراسليات خويتمات حلقات كاين اي حاجة. المهم بالنسبة للثمن ديال السنيسلة هادي ب 800 درهم شي حاجة اللي زويونة وراقية. بالنسبه للثمن ديال هاد السنسله هادي الثمن ديالها 600 درهم شي حاجه اللي راقيه وزويونه وذوقيه شي حاجه اللي تبقى هي والكورميطه ديالها ب 1000 درهم شي حاجه اللي غتلبسيها ديما وكيعودكم ديما راه السنسله كي صحيحه وزويونه وراقيه. المهم بالنسبه للثمن ديال هاد السنسله هادي حتى هي على هاد الشكل هادي. انا نحاول نوريكم كاع الموديلات اللي كاينين اليوم وهادو راه كلهم بالكورميطه ديالهم. الا بغات اي وحده الكورميطه ديالها راه تاخذها وطيح لها الثمن ديالها تقريبا ناقصه 100 درهم اللي تاخذ هي والكورميطه ديال هاد السنسلات هادو. بالنسبه للثمن ديال هاد السنسله هادي تبارك الله شكي دايره غزاله وزويونه. الثمن ديالها 700 درهم شي حاجه اللي باينه وراقيه وعاطيه للعين. فهادي موتيف كبار ب 700 درهم ب 700 درهم بارطاجي في الجروب. بالنسبه للثمن ديال هادي ب 700 درهم هادي شي حاجه اللي زويونه وراقيه وذوقيه اللي فيها تقريبا 5 لي موتيف وكبار. هادي الثمن ديالها 700 درهم شي حاجه اللي راقيه. واللي بغاتها تسكرينيها البنات باش حاولوا يعني نصيفطوها لك اي مدينه كنتي ولا كنتي في مراكش تجي للمحل ديالنا وتاخذيها مرحبا بكم الف مرحبا. كاين موديل تاع كاختي اللي على هاد الشكل هذا الثمن ديالو تا هو مناسب وزويون وراقي. بارطاجيتي اختي اللي بارطاجات حاول تسكريني البارطاج ديالها في ثلاث جروبات وديك الساعه تصيفط لنا وغادي نصيفط لها ان شاء الله تشارك معنا في قرعه. غادي تصيفط لي السميه ديالها في الواتساب والكنيه ديالها ونصحها ونديرها في القرعه ان شاء الله. وغتكون ان شاء الله تكون اي اخت تستاهل واي اخت تستاهل هاد القرعه تنديروها الا وشكر لكم
على الدعم ديالكم والبارطاج ديالكم. بالنسبه للثمن ديال هذه السلسله هذه 800 درهم بارطاجيو البنات باش يطلع اللايف اكثر فاكثر باش كلشي يستافد من هاد لي برومو وهاد الاثمنه المناسبه. كما عودتكم ديما كنديروا اثمنه مناسبه باش تحول اي واحد يشري الذهب اللي عنده واللي ما عندوش. هذا هو الاساس ديال الرياض دي بيجو، اثمنه مناسبه وشي حاجه اللي يعني راقيه وصحيحه وتنعطيكم لا غارانتي فهاد السلسله هادو حتى العام، يعني شي حاجه تبقى لابسها ديما وشي حاجه اللي ذوقيه وراقيه. بالنسبه للثمن ديال هادي 800 درهم هاد السلسله هادي اللي فيها لي بول على الجناب لهنا، فيها لي بول من هنا وفيها هاد التشكيل هذا نازل بالثمن ديالها 800 درهم. شي حاجه اللي راقيه وزوينه عافاك خويا، شي سلسله في حدود 2500 درهم. بقاي معايا اختي راه كاينه، هي بقاي معايا اختي في اللايف اخت مريم اختي بقاي معايا، راه كاينين سلسلات زوينين وفي حدود 2500 3000. المهم كاينين موديلات مختلفين، تبقى لين على حسب الثقل وعلى حسب الشكل تبقى الثمن اختلاف ديالو. بالنسبه للثمن ديال هادي 800 درهم اختي اخوات، هادي راه شي حاجه زوينه وراقيه، موديل جديد تاع كارتي اللي حاجه ذوقيه وزوينه اللي الثمن ديالها 800 درهم هاد السلسله هادي. اي واحد بغى اي حاجه سكرينيها باش سالنا حنا المأموريه، باش الا بغى الموديل سكرينيه وصيفط لنا في الواتساب كيصيفط لنا غير العنوان والسميه والكنيه ورقم التليفون تنصيفطوا عليه حتى للدار عنده. مرحبا بكم الف مرحبا. بالنسبه للثمن موديلات اخرين نحاول نوريكم لي موديل اللي كاينين. هادو راه بالنسبه كي قلت لكم كاينين الكورميطات ديالهم، اي وحده كاينه فيها الكورميطه الا زدتي مع الكورميطه ديالها تنقص لك 100 درهم على الارتيكل ديالها. يعني الثمن ديال هادي تاع لويزا، سلسله لويزا تبارك الله اللي ذوقيه ما شاء الله، هادي راه تمشات والناس تيطلبوها لنا وما بقاتش يلا جبناها. بالنسبه للثمن ديال هادي ب 700 درهم، هادي 700 درهم سلسله تاع لويزا اللي فيها لي بول من الجناب من هنا وفيها لويزا من هنا في الروج، شي حاجه اللي زوينه وراقيه اللي الثمن ديالها 700 درهم. هادي زوينه وراقيه ب 700 درهم، هادي الثمن ديالها مناسب، شي حاجه اللي تبقى لابسها كي قلت لك تاع ديما وراقيه وزوينه. وكلهم هاد السلسلات هادو راه تعطيكم فيهم غارانتي لان ما يتقطعوا ما والو، لان شي حاجه اللي صحيحه واخا خفيفه تتبقى صحيحه. حلقات بنات عافاك، حلقات بنيات اختي تواصل معايا في الواتساب ونصيفطهم لك. مرحبا بكم الف مرحبا. بالنسبه للموديل الموديلات اللي بقاو تاع شانيل والخميسه نحاول نوريهم لكم، اي واحد بغى اي حاجه كي قلت لكم يسكرينيها. انا تندوز لكم هذا الشيء خفيف يعني لان لضيق الوقت وتنسهروكم معنا. تنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم وديما تتبعونا وتنسهروكم وتتبقاو متبعين معنا اللايف، تنشكركم بزاف بزاف. بالنسبه للثمن ديال هذا 800 درهم هاد السلسله هادي ب 800 درهم تاع شانيل، حاجه اللي باينه وراقيه وحتى هي راه كي قلت لكم بالكورميطه ديالها لبيتها بالكورميطه ديالها، تواصل معايا في الواتساب ونصيفط لك الموديل بالكورميطه ديالها. بالنسبه للثمن ديال السلسله هادي 800 درهم شي سلسلات بلا تعليقات حدود 50 سنتيم شحال. بالنسبه اختي السلسله غليظه، المهم هي تواصل معايا في الواتساب ونصيفطها لك. هيس تواصل معايا اختي في الواتساب ونصيفط لك السلسلات اللي بحدود 2500 درهم. بالنسبه للثمن ديال السلسله هادي 800 درهم شي حاجه اللي زويونه وراقيه، موديل شانيل اللي معروف هي هادي ديك الغليظه هادي وريتها هي هادي. بالنسبه للاخوات اللي سولوا سلسله الفروج راه هي هادي سلسله الفروج، غنحاول نوريها لكم. هادي راه الثمن ديالها 700 درهم وكاين حتى الغلاط ديالها. المهم انا نحاول نوريكم هادي خفيفه لاي وحده تبغي شي حاجه تلبسها ديما في عنقها تبقى لها لابسها. هادي الثمن ديالها 700 درهم، 700 درهم البنات. البنات هادو راه شي حاجه زويونه وغليوضه وزينه. بالنسبه للثمن ديال السلسله ديال الاخوات هادي راه دايره 800 درهم هاد السلسله هادي اللي زويونه شانيل، شي حاجه اللي راقيه وزوينه. وكاين الموديل الاخر على هاد الشكل هذا، قلت لها تواصل معايا في الخاصه اختي ونصيفطها لك. مرحبا بك. بالنسبه لهذا الموديل هذا تاع الخميسه هذا شي حاجه زويونه حتى هو راقي، هذا حتى كاين حتى الكورميطه ديالو، السلسله بوحدها دايره 800 درهم هاد السلسله هادي. الثمن ديال هاد السلسله 800 درهم. بارطاجيو البنات لو ماكسيموم باش تستافدوا من القرعه ان شاء الله اللي غيكون في اخر الشهر. تبارطاجيو ثلاثه الجروبات السكرينيو وتصيفطوا لنا في الواتساب وما علينا حنا الا ان شاء الله نكتبوا الاسم ديالك في القرعه ان شاء الله تكوني من المحظوظين. هذا وبالنسبه للناس اللي خدوا معنا اي ارتيكل تيشاركوا معنا في القرعه اللي غتكون ان شاء الله السحب ديالها كي قلت لكم في اخر الشهر. مرحبا بكم الف مرحبا. بالنسبه للثمن ديال هادي 800 درهم بارطاجيو البنات اللايف باش يطلع اكثر فاكثر. بارطاجيو ما تيبان ليا ناقص، بارطاجيو البنات باش حنا نزيدو دعمونا وتزيدو نتعرفوا على ناس جداد والناس في مدن اخرى والناس اللي ان شاء الله اللي اول مره تيتعاملوا معنا. حنا تنتواجدوا في مدينه مراكش قصريه الصفاء المسيره واحد الاحباس
نديرو التوصيل لجميع مدن المغرب بالمجان. بالنسبه للثمن ديال السلسله هذه 800 درهم، السلسله هذه 800 درهم شي حاجه اللي زوينه اللي هي 16000 ريال. واش السلسله ديال الفروج؟ المهم اش في السلسله اوريتك اختي السلسله رقيقه هي اللي وريتك دابا. سلام عفاك بوكل، واخا اختي بقاي معايا اختي نوريك كولي بوكل بلاك بوكل خفاف، نوريهم لك. ها هما الكولي بلي بوكل خفاف، هذا كاين هذا الكولي هذا ديال 6000. اخت لي سوات على الكولي ياسمين، اختي ياسمين، بالنسبه للثمن ديال هذا الكولي هذا داير 6500 درهم. هذا الكولي هذا 6500 درهم، كولي وحلقات والخاتم ديالو والكورميطا ديالو، الثمن ديالو 6500 درهم. شي حاجه اللي زوينه وراقيه ودوقيه، 6500 درهم هذا الثمن ديالو، مناسب وراقي. شي حاجه اللي تبقى لابسها ديما الاخوات هذه راه فيها سلسله شوبار، لان نحاول ندور لكم الجنب هنا باش تشوفوها. انا اي حاجه تنشاركها مع المتابعين ديالي، لان الصراحه هي كلشي وحنا ما خدامين الا وبصراحه، يعني لان شي حاجه اللي خفيفه خفيفه، حاجه ثقيله ثقيله، لان الحاجه اللي تنقولها لكم هي اللي كاينه، وداكشي اللي تنقول لكم ورده تلقاو، يعني ما كاينش شي حاجه اللي ما عجبكش. اي ارتيكل تتحاولي تصيفطوا لك كاع وما عجبكش تصيفطيه عندنا ونصيفطوا لك الفلوسات ديالك. مرحبا بكم افرابه. بس المهم نبداو لكم دابا بالتقيل. كاين سنيسه طال حضور لي على هذا الشكل هذا، شي حاجه اللي زوينه وراقيه وماويه. بالنسبه للثمن ديال السنيسه طويله تبارك الله، يعني شي حاجه تبقى لابسها ديما لي الثمن ديالها 10000 18000 درهم، 18000 درهم هاد السنيسه هادي وزاله البنات هادي 18000 درهم. شي حاجه الحضور تجي باينه وماويه، يعني تبارك الله راه طويله هادي بالنسبه لاي ام واي تستاهلها، يعني راه هادي شي حاجه تبقى لابسها ديما في مناسبات، شي حاجه اللي صحيحه فيها الشوبار غليظه، وشي حاجه اللي قدام احمر ماشي صفر، لان دابا الاكثريه الناس تيبغيو البلدي شي حاجه اللي ماويه تتلبس بالذهب احمر باش تجي راقيه وزوينه. بالنسبه للثمن ديال هادي 800 درهم السلسله هادي، والعلاقه ديالها سلسله شوبار اللي تقريبا الطول ديالها راه تقريبا فيها شي 60 سنتيم، هادي في الطول ديالها 60 سنتيم هادي في الطول، اللي الثمن ديالها 18000 درهم، 18000 درهم اللي هي مليون و 160 الف ريال، مليون و 160 الف ريال السلسله هادي اللي شي حاجه غليظه وزوينه وراقيه وباينه. حلقه قلوي ما موجودينش، ما كاينش دابا اخت اللي بغات حلقه قلوي اختي ما موجودينش دابا ما توفرينش. البنات حاولوا تبارطاجيو اللايف، لان البارطاج اليوم تيبان ليا ضعيف شويه ناقص، بارطاجيو اكثر فاكثر باش تستافدوا معنا في القرعه، نتوما حنا نستافدوا كليان جداد ونتعرفوا علينا جداد، وانتوما تستافدوا بالقرعه ان شاء الله اللي اكون السحب ديالها في اخر الشهر. شحال فيه من غرام هادي؟ بالنسبه للاخت تواصل معايا في الواتساب ونقول لك الغرامات ديالها، تسكرينيها وتواصل معايا في الواتساب ونقول لك الغرامات. بالنسبه للثمن ديال هادي 18000 درهم، شي حاجه اللي زوينه وراقيه ودوقيه، 18000 درهم البنات هادي. وكاين الموديل الاخر اللي على هذا الشكل هذا، اللي تبغي شي حاجه فيها الخضر الحجر الحجيرات وشي حاجه اللي باينه وهماويه، اللي الثمن ديالها 15600 درهم. هذه تبارك الله هماويه، الناس اللي بغاو شي حاجه اللي باينه وزوينه. نحاول ندير لكم في الطابلو هنا باش تبان مزيان. الثمن ديالها هذه 15600 درهم، اللي هي مليون مليون و 112000 ريال، مليون و 112000 ريال اللي هي 16000 15600 درهم، 15600 شي حاجه اللي زوينه. العنوان حنا تنتواجدوا في مدينه مراكش قصريه الصفاء المسيره واحد الاحباس، تنديروا التوصيل جميع مدن المغرب بالمجان. تتسكريني الا اختك اللي عجبك تواصل معايا في الواتساب، وديك الساعه تنصيفطوا لك اختي حتى للدار عندك. بالنسبه للثمن ديال هذه 16000 15600 اللي هي 112000 ريال، 112000 ريال تبارك الله غزاله وراقيه وزوينه. كما عودتكم ديما البلدي عندي فيه الاحمر، لان الاحمر تيجي زويون هماوي في الحمر في البلدي، في البلدي تيجي راقي وزويون. افاك ثمن ديال بالنسبه للثمن ديال هذه اختي هي، انا نحاول نوري لكم، لان تنحاول نخدم على الانستغرام والفيسبوك باش كلشي يستافد، الناس على الانستغرام والناس على الفيسبوك. بالنسبه للثمن ديال هذه 15600 درهم، شي حاجه اللي باينه وغليظه وزويونه وطويله، يعني الطول تقريبا قلت لكم 60 سنتيم فيهم وكثر، يعني حتى 64 سنتيم، ما عرفتش الطول ديالهم، ولكن اللي بغى الطول ديالهم وبغى العبار ديالهم حاول تواصل معايا في الواتساب ونصيفط ليه ديك الساعه شحال فيها في الطول. مرحبا بكم الف مرحبا. بالنسبه للثمن ديال هادي 15600 درهم، 15600 شي حاجه اللي باينه وراقيه.
وبالنسبه للناس اللي بغاو لي بغوش اللي على هذا الشكل هذا لي بروش 13600 درهم. هذا البروش هذه تبارك الله شكون دايره باينه وزوينه وراقيه سامبل من هنا مخدومه بالنقش سامبل نقش ليد بلجي ومضوبله من اللور مضوبله البنات باش تشوفوا يعني كل حاجه. وهذه الثمن ديالها 13600 درهم شي حاجه اللي زوينه وهماويه وفي هذه البلوطه خضراء من هنا اللي تعطي واحد اللمحه واحد الهمه يعني البلوطه تعطي واحد الهمه صراحه في البغوش وتعطي واحد القيمه ديال البروش يعني لهذه البلوطه هذه. بالنسبه كاين اللي تيبغي غير بلا بلوطه بلا والو ممكن ولكن البلوطه تعطيها واحد لوشاغم تتبان كبيره وتتبان عاطيه اللين اكثر 13 غرام فاصله 6 شي حاجه اللي زوينه وراقيه 13600 درهم اللي هي مليون و 66 الف ريال مليون و 72 الف ريال مليون و 72 الف ريال 13600 درهم 13600 درهم شي حاجه اللي زوينه هاد البروش هادي. والغوز جولد كما عودكم ديما الذهب احمر في البلدي شي حاجه اللي زوينه وراقيه ودوقيه. بارطاجي حق بارطاجي. بالنسبه للثمن ديال هادي 13600 درهم اللي هي 172 الف ريال 172 الف ريال الحمر تيبان نخوة اختي من هذاك الشيء اللي كاين اختي الاخت هدى اخت هدى الاخت الحمر تيبان ماوي وزوين في البلدي لان الصفر تيبان يعني شويه تيبان بحال الرومي. عافاك خويا شي سلسله 2500 درهم نحاول ندوز لك اختي السلسله انا نحاول ندوز هذه البغوش هذه وغادي ندوز لك السلسله اختي واخا كاين بروشات اخرين غنحاول نخليهم في اخر لايف. بالنسبه لاخر لايف راه غيكونوا ميزات بقاو معنا وغادي نوريكم الميزات اليوم ان شاء الله بحول الله كاين ميزات باثمنه مناسبه وشي حاجه اللي زوينه وراقيه في الميزات. اخوات اللي بغاو الميزات تبقاو معنا حتى لخرت اللايف كاينين كاختي براسلي الكارتي الميزات وكاين عندكم يعني فيهم يعني شي حاجه اللي باقي نقيه ماشي شي حاجه اللي مضروبه ولا شي حاجه تبقى عندك الا تخسر عليها واحد شوت وترجع جديده وتلبسيها بالصحه والسلامه والعافيه. بالنسبه للثمن ديال هذه 13600 درهم اللي هي مليون و 72 الف ريال مليون و 72 الف ريال شي حاجه اللي زوينه وهماويه وراقيه. والاخت اللي بغات قالت لك سنيسلات خفاف انا نحاول ندوز لك اختي دابا سنيسلات هما كاينه هذه تاع اختي شي حاجه اللي زوينه وراقيه وعاطيه باينه شوبر غلي تقريبا هذه الشوبر هذه فيها في الطول 51 سنتيم في الطول ديالها. هذه كاختي هذه سلسله كاختي اللي كاختي هذه الكارتي فيها كبيره وباينه وعاطيه العين 3900 درهم والسلسله فيها راه كي قلت لكم طويله يعني السلسله تقريبا فيها 50 سنتيم والسلسله شوبر اللي شي حاجه صحيحه. الثمن ديال هذه 3900 درهم اللي هي 78 الف ريال 78 الف ريال شي حاجه اللي باينه وراقيه وهماويه 78 الف ريال السلسله هذه السلسله والعلاقه ديالها 78 الف ريال. البنات حاولوا تبارطاجيو اكثر فاكثر. واش كاين لويز اختي كاين لويز داير الثمن ديالو 2300 درهم واصل دابا مبرومي كاينين حاولي تواصل مع اي واحد بغى اي حاجه بالنسبه للحاجه ما موجديناش تواصل معايا في الواتساب للرقم ديالي اللي هو 0666259591 حاول نصيفط ليه لويز والاخت اللي بغات دباج مبرومي سامبل تاهي نصيفطهم ليها. واش كاين لويز كاين لويز اختي قديم وكاين جديد ما شاء الله عليكم مرحبا بك اختي تبارك الله عليك شكرا بزاف. ام عاليه تنشكرك اختي على الدعم ديالك شكرا على الكومونتير زوينين اللي تيخليونا حنا نزيدو نعطيو عطاء في عطاء وصراحه لينا الكومونتير تيخليوك يعني تزيد دعم وتزيد دير اثمنه زوينين والناس اللي تيبارطاجيو لنا تاهما اللايف تاهما تيدعمونا باش نتعرفوا على ناس جداد وفي مدن اخرى وشكرا لكم بزاف بزاف. بالنسبه للثمن ديال هادي 3900 درهم اللي هي 78 الف ريال 78 الف ريال شي حاجه اللي زوينه وراقيه 78 الف ريال سكريني والبنات هادي راه سنسه طويله وشوبار باينه وغمام عامره وعاطيه اللين. وبالنسبه للموديل اللي على هاد الشكل هذا كاين موديل اخر تاع الكلوب كاين هاد الموديل هذا اللي تاهو زويون وراقي اللي على هاد الشكل هذا كلو اللي الثمن ديالو 3400 درهم 3400 درهم هادي راه باينة. اخوات اللي عندها براسلي كلو بغات تاخد ليه علاقات ديالو يعني هادي راه كلو شي سنسلة وشوبار غليظة وعلاقة كلو اللي شي حاجة زويونة وصحيحة ماشي خفيفة الثمن ديالها 3400 درهم اللي هي 68 الف ريال 68 الف ريال شي سلسله شوبار عاطيه العين وغليظه وزوينه
اش من مدينه حنا تنتواجدوا في مدينه مراكش قصريه الصفاء، تنديروا التوصيل لجميع مدن المغرب، رقم المحل ديالنا 11. اخوات اللي كاين في مدن اخرى، ما عليكم الا تسكرينوا الارتيكل وتواصلوا معنا ونصيفطوا لكم لي موديل حتى للدار عندكم. تيس شوف السلسله باسم شخصي شحال عافاك السلسله اسم بسميتها شحال بالنسبه للناس اللي تبداو من 1200 درهم، يعني السلسله تاع السميه تبداو من 1200 درهم. الا بغيتي اختي تواصل معايا في الواتساب ونصيفط لك لي موديل اللي كاينين، وعلى حسب السلسله كيما بغيتيها، يعني السلسله رقيقه ولا غليظه تتبقى على حسب الجرامات وعلى حسب الثقل وعلى حسب الشكل. بالنسبه للثمن ديال هادي 3400 درهم اللي هي 68000 ريال، 3400 درهم اللي هي 68000 ريال، شي حاجه اللي باينه وغزاله ومهمويه. 68000 ريال، 68000 ريال اللي هي 3400 درهم، شي حاجه اللي زوينه وراقيه. بالنسبة للثمن البنات بارطاجيو باش تستافدوا معنا في البرومو اللي ان شاء الله غتكون واحد القرعه في اخر الشهر. بارطاجيو معنا البنات باش تدعمونا. تشكركم بزاف الاخت اللي عافاك السلسله طويله بلا علاقه، السلسله طويله بلا علاقه بغيتي اختي تاع الحضور ياك، اخت اللي بغات سلسله طويله تاع العلاقه تاع الحضور المهم تقول لي اش من سلسله ونجبد لها. كاين هاد السطور البنات اللي الثمن ديالو مناسب حتى هو وزويون 4900 درهم، شي حاجه اللي زويونه وراقيه اللي هي 98000 ريال، 98000 ريال. السطور البنات اللي سولنا عليه هذا فيه قليبات وفيه ليبول، اللي شي حاجه زويونه وهماويه وراقيه. نحاول نوري لكم هكا باش تشوفوا انتوما اكثر فاكثر، يعني هكا لبسوا باش تشوفوا الطول ديالو كيفاش يجي، تيجي باين وزويون وراقي. بالنسبه للثمن ديال هذا السطور هذا 3900 درهم، 4900 درهم اللي هي 68000 ريال، 68000 ريال شي حاجه اللي زوينه وراقيه تبقاي لابساها، يعني ديما هادي تلبسيه رومي شي حاجه اللي زوينه وراقيه تبقاي لابساها ديما الاخوات. هادي السطور اللي وصلتونا عليه، وكاينين سطورات موديلات اخرين بثمن قل من هذا، حاولوا تواصل معايا في الواتساب وان شاء الله رانوري لكم. بالنسبه لهادو جبنا لكم لانهم خفيفين، الناس تيبغيو شي حاجه تاع ديما، هذاك الشيء جبنا لكم. كاين واحد اخر التواصل سطور تا هو مجدين لكم اللي تا هو باين وعاطي العين. الثمن ديال هذا 3000 4900 درهم اللي هي 98000 ريال، شي حاجه اللي زوينه 98000 ريال راقيه وزوينه. وبالنسبه للموديل البنات بارطاجيو وتستافدوا معنا في البرومو ان شاء الله في هاد الاثمنه هادو، وتستافدوا معنا في القرعه ان شاء الله اللي غتشاركوا فيها ان شاء الله في اخر الشهر ان شاء الله، باش اي واحد بارطاجا مع ثلاث الجروبات تاع البنات، وبارطاجا معاهم ثلاث جروبات سكريننا وتواصل معنا في الواتساب ويخلينا السميه ديالو الكنيه، وان شاء الله غادي نديروه ان شاء الله يشارك معنا في القرعه. واللي خدم عندنا اي ارتيكل في هذا الشهر هذا حتى هو ان شاء الله يشارك معنا في القرعه. مرحبا بكم، الف مرحبا. بالنسبه للثمن ديال هذا السطور هذا حتى هو شي حاجه اللي زويونه وراقيه وهماويه. هذا السطور هذا الثمن ديالو 5800 درهم، 5800 درهم. هاد لي موتيف فيه كبار وباينين وراقيين، يعني بالنسبه للسطور تختلف على الجرامات وعلى حسب الطول وعلى حسب الشكل. بالنسبه للثمن ديال هذا 5800 درهم، شي حاجه اللي زوينه وباينه وراقيه. 5800 درهم هاد السطور، 5800 درهم، زويون وراقي وعاطي العين، يعني شي حاجه اللي تلقاي لابساها. نحاول نوري لك حتى هو يعني هكا البنات باش تشوفوا انتما باين، يعني شي حاجه اللي باينه وزوينه. هذا في هاد لي موتيف هكا كبار باين على الاخر، المهم هذا فيه موتيف ثلاثه لي موتيف كبار والاخر فيه لي موتيف صغار. المهم كاين موديلات في لي سطوار، كاين موديلات كثار، المهم راه كاين. حنا تنتواجدو في مدينه مراكش قصريه الصفاء المسيره واحد. الناس اللي تيسولوا عندنا فين كاينين، حنا كاينين اختي في مراكش، مدينه مراكش، مدينه البهجه، قصريه الصفاء، المسيره واعد. مرحبا بكم، الف مرحبا. الساعه مبروكه من الصباح حتى لدروكا، ونهار كبير هذا. ما عليكم الا البارطاج والدعم ديالكم باش حنا نستمروا ونزيدوا نبينوا لكم لي زارتيكل باثمنه مناسبه. يعني راه كاين الثمن تاع الدب راه زايد، وحنا ما درناش واحد الزياده لان واخدين بعد الثمن المناسب. هذا هو الاساس، حنا بغينا نرضيوكم ونرضيو الكليان ديالنا والناس اللي تيبغيونا وتيدعمونا وتيبارطاجيو وديما تيديروا. ما حاولناش نحبسوا عليكم وحاولنا ديما نستمروا معكم، هذا هو الاساس ديال رياض دي بيجو. كيطلع كينزل الذهب، حنا معكم باثمنه مناسبه. بالنسبه للثمن ديال السلسله 2300 درهم، الاخت اللي سولات قبيله على السلسله ب 2500 درهم، كاينه السلسله هذه
ب 2300 درهم اللي هي 46 الف ريال. سفيان موديلات 46 الف ريال البخي ديالو. شنو موديلات ديال الشوكر؟ الشوكر تيبداو من 1400 درهم لي شوكر تاع قلوي. حاولي تصيفطي لي اختي الموديل، صيفطي لي شنو بغيتي في الواتساب وانا نحاول نصيفط لك لي موديل اللي كاينين وتختاري اللي بغيتي. بالنسبه للثمن ديال هذا 2300 درهم اللي هي 46 الف ريال تاع القلوي. فانكليف موديل فانكليف كحل، يعني موديل تاع هذا فيه الابيض وكاين فيه اللوينات الخضر، كاع اللوينات كاينين فيه. بالنسبه لهذا النوار شي حاجه اللي زويونه وباينه وعاطلين. الثمن ديالها 2300 درهم اللي هي 46 الف ريال. 46 الف ريال شي حاجه زويونه وراقيه. وبالنسبه للموديل كاين موديل تاع سنيسلات لي بول، لي بول حاولنا نجيب لكم اليوم نركزنا على لي بول في سنيسلات، لان لي بول صراحه مطلوبين وراقيين وزويونين وتيبغيهم كاع الناس. سنيسلات تاع لي بول اللي الثمن ديالها هادي 3100 درهم، 3100 درهم اللي هي 62000 ريال. شو تبارك الله السنيسله قداش وباينه وعاطيه العين بالثمن ديالها ما شاء الله 62000 ريال. يعني اللي ما بغاش ياخذ، يعني راه الثمن ديالها جي مناسب 62000 ريال اللي هي 3100 درهم. سلسله ب 3100 درهم اختي بقاي معنا، راه كاين عميزات اختي في دبيلجات وكاين عميزات في البراسليات. بقاو معنا البنات وبارطاجيو لنا اللايف باش يطلع اكثر فاكثر، لان البارطاج اليوم بان ليا ناقص واللايف ناقص في يعني الناس واش نعسوا بكري واش اليوم السبت. المهم حاولوا تبارطاجيو لنا باش يستافدوا الناس. خواتي الصوت واش بلدي ولا بلدي رومي هذاك. حاول الحين تلبس مع كل شيء هذاك، تلبس مع البلدي ومن رومي، رومي وبلدي تلبسي مع كل شيء هذاك السطوار. من الاخت اللي سولت على السطوار يقدر تلبسيه مع البلدي والرومي هذاك السطوار، لانه فيه واحد النقش اللي الاخر اللي وريتكم، اما الاول راه رومي. بالنسبه للثمن ديالها 3100 درهم اللي هي 62000 ريال. 62000 ريال ثمن مناسب وراقي، يعني الثمن ديالو غورميت خريشات غليظه. الاخت اللي سولت على غورميت خريشات اختي نهار الاثنين غيكونوا ان شاء الله، راه كومونديناهم الاثنين غيجيو ان شاء الله. عندك خواتم ديال فان كليف كاينين اختي، تواصل معايا في الواتساب ما موجدهمش دابا، تواصل معايا في الواتساب ونصيفطهم لك. بالنسبه للثمن ديال هذه السلسله هذه 3100 درهم اللي هي 62000 ريال. 62000 ريال شي حاجه اللي باينه وراقيه ودوقية. وبالنسبة للموديلات الاخرين اللي على هاد الشكل هذا 62000 ريال. كاين هاد الموديل تاع لي بول كيما قلت لكم اليوم، راه لي بول كاينين فيهم الموديل كثير باش تخيروا. تنحاول نجيب لكم الاختيار باش نتوما يعني تخيروا اللي بغيتو، وباثمنه كي قلت لكم مناسبه. تقريبا الثمن ديال هادي 62000 ريال اللي هي 2600 درهم شي حاجه اللي زوينه ومهمويه. 52 ألف ريال اللي هي 2600 درهم. 52000 ريال اللي هي 2600 درهم. 2600 درهم شي حاجه اللي زويونه وراقيه وباينه وذوقيه اللي فيها لي بول بالصفر والاحمر والابيض. كاختي شي حاجه اللي زويونه وموديل راقي. واليوم كاين لكم بقات لنا واحد السلسله اللي بقات لنا دايره بحال السطوار، بحال شكل تاع السطوار. بالنسبه للموديل لي موديل حاس شكل السطوار هذا، الناس اللي تيبغيو شي حاجه تلبسها طويله وقصيره، هذا تزاد تنقص، تقدر تلبسيها طويله تقدر تلبسيها قصيره. بالنسبه للثمن ديال السلسله هادي 4700 درهم اللي هي 94000 ريال. 94000 ريال اخوات هادي شي حاجه اللي زويونه وباينه وعاطيه العين. الثمن ديالها 94000 ريال اللي هي 4700 درهم. 4700 درهم شي حاجه اللي زويونه خواتم 1000 درهم عافاك. اختي بقاي معايا، اختي كاينين هي بقاي مع الاخت فاتي خويت مات 1000 درهم. مرحبا بك اختي فاتي، غادي نصيفطهم لك غنوريهم لك دابا. بالنسبه للثمن ديال السلسله هذه الثمن ديالها 4700 درهم اللي هي 94000 ريال. 94000 ريال اللي هي 4700 درهم. 94000 ريال شي حاجه اللي زويونه وراقيه وزوينه. بالنسبه للي موتيف هذه الموتيف ديالها راه واقفين، نحاول نوريهم لكم هكا باش تشوفوا، يعني الموتيف ديالها صحاح وزوينين ماشي شي حاجه ترطى. هانتوما حاول نوريكم لي موتيف ديالها باش تشوفوهم، يعني واقفين وزويونين عاطين لين. بالنسبه للثمن ديال هادي 4700 درهم اللي هي 94000 ريال، طويله وزويونه هادي. شوف كي دايره غزاله هاد السلسله هادي صراحه، يعني باينه وهماويه وعاطين لين. بالنسبه للثمن ديال هادي 4700 درهم شي حاجه اللي زوينه وراقيه. وبالنسبه كاين الموديلات تبارك الله، يعني كاين يتشاف نحاول نوريكم. كاين الخاتم هذا تا هو 3000
800 درهم هذا الخاتم هذا اللي 800 درهم اخوات يعني فين هذاك تاع خوات ديك لونسومبل تاع خوات دي فين هو اخوات بالنسبه للخاتم تاع خوات دي ديال 800 درهم شي حاجه اللي زوينه سكريني والبنات هذا يعني الثمن ديالو 800 درهم شي حاجه اللي زوينه وصحيح وراقي بالنسبه للثمن ديال هذا 800 درهم هذا البنات يعني شي حاجه اللي زوينه وراقيه وذوقيه بالنسبه للثمن ديال هذا 800 درهم اللي هي 16000 ريال وبالنسبه للموديل الاخر العلاج كذا اونسومبل العلاج شكل 3 دي موديل جديد تاع البنانا 3 دي شي حاجه اللي زوينه وراقيه وهذا كاين حتى البراسي ديالو اللي بغاتو الاخوات راه كاين البراسي ديالو الثمن ديالو 3500 درهم بالنسبه لهذا الموديل هذا 3500 درهم شي حاجه اللي زوينه وراقيه 3500 درهم اللي هي 70000 ريال سلسله شوبر وعلاقه يعني ما فيهاش لا حجر لا والو علاقه 3 دي بنانا وخاتم تاعو بنانا للعلاج شكل هذا وحلقات ديالو اللي الثمن ديالو 3500 درهم شي حاجه اللي ماويه وزوينه وراقيه وتعديمه بغيت شي طوينغات البنات صغار يكونوا صحاح اختي تواصل معايا في الواتساب ونصيفطهم ليك اختي سلسله سلسله اللي فيهم خريشات اختي انا دوزتهم انا نحاول نوريهم لك دابا اختي غير صبري معايا انا نحاول نوريهم لك ها هي السلسله اللي فيها خريشات اختي هي هادي الثمن ديالها ماشي مشكل المهم الاخوات لا غلطنا في شي حاجه ولا هذا لان الريال تنتعودوا عليه باقي ما مولفينش الريال نحاول نقول للاخوات اللي تيبغيو الريال تنقولوا لهم لا غلطنا في شي حاجه راه حاولوا تصحوا انتم راه انتم دابا حنا بحال نتعامل مع العائله ديالنا يعني الحاجه اللي غلطنا فيها راه انتم تصحوا عنا بالنسبه للثمن ديال هادي 700 درهم سلسله 700 درهم تاع الخريشات الاخوات اللي سولوا على السلسله خريشات بثمن مناسب كاينه هادي ب 700 درهم شكي دايره غزاله وزوينه وهماويه وباينه هادي الثمن ديالها 700 درهم في كاين المحل اختي تنتواجدوا في مدينه مراكش قصريه الصفاء المسيره واحد احباس اختي الا كنتي في اي مدينه تتسكري لا ارتيكل وتصيفطي لي العنوان والسميه والكنيه ورقم التليفون تنصيفطوا لك لاي مدينه كاينه مرحبا بكم الف مرحبا بالنسبه للثمن ديال هذه السلسله هذه 800 درهم 700 درهم هذه ب 700 درهم اللي هي 14000 ريال هذه السلسله ب 14000 ريال شي حاجه اللي ماويه وزوينه وراقيه وبالنسبه للموديلات اخرين اللي كاينين على هذا الشكل هذا كاين موديلات كثار في هذا الخريشات اللي بغاتيهم الاخت حاولي تواصل معايا في الواتساب ونصيفط لك الموديل اللي كاينين فيهم غنبقاو في هذا تاع 3 دي لان زويون هذا وراقي وبين وعاطي العين بالنسبه لشي حاجه اللي تبقاي لابسها ديما اللي الثمن ديالو 3500 درهم اللي هي 70000 ريال 70000 ريال خاتم وحلقه وسلسله وعلاقه ثمن مناسب 4 لي بيس بهذا الثمن هذا راه مناسب هذا الثمن هذا وتستاهلوا البنات وتستاهلوا الاخوات ديالنا سنس اللي فيهم خريشات اختي راه دوزتهم اختي في اللايف المهم معايا حاولي تواصل معايا في الواتساب اختي ونصيفطهم لك صيفط لك لي موديل تخيري اللي بغيتي بالنسبه للثمن ديال هذا 3500 درهم ليا 70000 ريال 70000 ريال شي حاجه اللي زوينه وراقيه وذوقيه 70000 ريال وكاين موديلات كثار في هادو المهم بالنسبه للموديلات تاع خوات دي راه كاين فيهم موديلات كثار نحاول نوريهم لكم تاع قشور الحوت اللي ديما تنوري لكم في اي لايف هذا هذا الثمن ديالو 5900 درهم بالبراسلي والخاتم والحلقات والعلاقه يعني الثمن ديالهم 5900 درهم اللي هي 118000 ريال 118000 ريال ولا بغيتي لونسون بالبعد تيبقى ب 3500 درهم بلا براسلي بالنسبه للثمن ديال هادو راه ثمن مناسب وراقين وزوينين وذوقيين بالنسبه اللي بغاتو اي اخت هذا تاع قشور الحوت هذا هو الاخير ما كاين طوندونس وبالنسبه للموديل كاين موديل اخر تاع 3 دي لعلاج الشكل هذا هذا فيه علاقه شويه كبيره نحاول نوريكم كل حاجه باش تشوفوها هذا فيه علاقه شويه كبيره وباينه عاطي العين بالنسبه للثمن ديال هذا 5900 درهم 5000 و هذا بالنسبه للثمن ديالو هذا 6500 درهم 6500 درهم اللي هي 130000 ريال في حلقات كبار وعلاقه كبيره بالنسبه للثمن ديال هذا 6500 درهم هي 130000 ريال المهم مرحبا بكم الف مرحبا بالنسبه لهذا البراسلي هذا حتى هو تيبقى ب 3500 درهم شي حاجه اللي زوينه وهمويه تاع فان كليف شي حاجه اللي ذوقيه وزوينه الثمن ديالو 3500 3000 و 500 درهم اللي هي 70000 ريال
70000 ريال شي حاجه اللي زوينه وراقيه وذوقيه. وصحيح كما عودتكم ديما تنقلب لكم السلعه باش تشوفوها يعني المباشر، يعني شي حاجه تبقى لابساها ديما ما تهرس ما والو. ودابا راه قربنا لكم العميزه تاع البنات، بارطاجيو اللايف باش يشوفوا الناس كاع كلشي، العائله ديالكم والاخوات ديالكم والناس، واللي بارطاجا ثلاث لي جروب في فيسبوك، بارطاجا ثلاث لي جروبات تاع العيالات، تحاول سكريني وتواصل معايا في الواتساب وصيفط لي السميه ديالو الكنيه، غادي يشارك معنا القرعه، غادي يشارك معنا في القرعه ان شاء الله اللي يكون السحب ديالها في اخر الشهر ان شاء الله بحول الله، وغادي يربحوا فيها ثلاثه فائزين. الفائز الاول غيربح معنا سلسله، والفائز الثاني غورميت، والفائز الثالث حلقات. مرحبا بكم، الف مرحبا، شكرا على الدعم ديالكم. اليوم غندوز لكم دابا غندوز لكم الميزات بالنسبه لعصير الصابون. نحول لكم عصير الصابون الاخوات اللي تبغيوه كلكم هذا، واي ام بالنسبه اللي بغات عصير الصابون الثمن ديالو 8150 درهم، اللي فيه 17 غرام فاصله 3، 17 غرام فاصله 3 اللي الثمن ديالو 8150 درهم، اللي هي 163000 ريال، 163000 ريال. شي حاجه اللي زوينه وراقيه وهماويه، 163000 ريال. نور الهدى شكرا على البارطاج ديالك. بالنسبه للاخوات اللي تيبارطاجيو مرحبا بكم، الف مرحبا، وتنشكركم بزاف على البارطاج ديالكم. ما عليكم الا تسكرينيو وتصيفطوا لنا، تواصلوا معنا وتصيفطوا لنا السميه ديالكم الكنيه باش تشاركوا معنا في القرعه. الناس اللي بارطاجيو ثلاثه جروبات يحاولوا يصيفطوا لنا في الواتساب بانهم بارطاجيو ثلاثه جروبات، وحاولوا حنا نصيفطوا، حاولوا ان شاء الله نديروهم في القرعه وان شاء الله يكونوا محظوظين. اللي مالها بالنسبه للثمن ديال هذا 8150 درهم، اللي هي فيه 17 غرام فاصله 3، 17 غرام فاصله 3 عصير الصابون، اللي شي حاجه زوينه وراقيه. عصير الصابون ديما تيكون فيه واحد شويه تاع لابومبي، يعني عادي لان فيه العرض بزاف، يعني ضروري يكون عريض الا تيكون تي بومبي، اما هو ما يتهرس ما والو. يعني تنحاول نتشاركوا معكم اي حاجه باش نتوما بحال معنا وبحال كاينين معنا في المحل. واللي ما شافش الارتيكل اكثر يحاول يتواصل معنا في الواتساب ونصيفطوا ليه الارتيكل بين اكثر فاكثر. وبالنسبه الموديل الاخر اللي على هذا الشكل هذا اللي الثمن ديالو 6900 درهم، هذا هميزات. حنا دابا غنبدا لكم في الهميزات، كاين جوج موديلات. هذا بالنسبه للبراسلي هو اللي عندي الثمن ديالو الاخوات، هذا عندي براسلي هو اللي عندي الثمن ديالو، اما لونسومبل كامل ما عنديش الثمن ديالو. بالنسبه للبراسلي داير 6100 درهم، تاع الاكس هذا داير 6100 درهم، اللي هي 122000 ريال، 122000 ريال. شي حاجه اللي زوينه وباينه، اللي 6100 درهم، شي حاجه اللي راقيه وعاطيه العين وزوينه. اخوات انا لكم دابا الميزات، بقاو معنا وتواصلوا وصيفطوا وسكرينيو. غنبداو لكم بدبيلجات اللي على هذا الشكل هذا، حاول ندوز لكم دبيلجات. كاين ثلاث دبيلجات اللي زوين الثمن ديالهم مناسب وراقيين وزوينين. بالنسبه للثمن ديال الدبيج هذا، شي حاجه اللي زوينه وراقيه، هذا الدق تاع الصويري، هادو كاع ثلاثه دق الصويري، هادو كلهم ميزات، هادو دق الصويري الثمن ديالو 6000 9000، هذا هاد الاول هذا 9600 درهم، اللي فيه 41 غرام فاصله 4، 41 غرام فاصله 4، 6900 درهم. اخوات اللي بغات الدبليج هذا تبارك الله زويون وعاطي العين وصحيح واقف، وفيه 21 غرام فاصله 4 للثمن ديالو 9600 درهم. هذا اي ام تستاهلو، يعني تبارك الله باين وهماوي وزويون وراقي ودق الصويري. بالنسبه للثمن ديال هذا 9600 درهم، اللي هي 21 غرام فاصله 4، 21 غرام فاصله 4، والثمن ديال هذا 8100 درهم، حتى هو دق الصويري 8100 درهم، اللي فيه 17 غرام فاصله 7، 17 غرام فاصله 7، 8100 درهم، 8100 درهم، اللي هي 162000 ريال، 162000 ريال. اللي شي حاجه زوينه، هادو الدوره ديالهم 19 اخوات، هادو فيهم دوره 19، يعني شي حاجه اللي زوينه وباينه. هذا الثمن ديالو 8100 درهم، وهذا 9600 درهم، يعني شي حاجه اللي زوينين وراقيين وباينين وعاطين العين. المهم اخوات اللي بغاتهم سكرينيهم تواصل معايا في الواتساب، راه كي قلت لكم اللي سبق لهم راه غياخذهم، يعني كما عودتكم ديما، يعني اللي سبق للميزات راه تياخذهم بوحدهم، لان الميزه راه ما تيكونش فيها 4 ولا 5 البياس، تتكون هي بياسه واحده. ما عليكم نتوما الا تسكرينوا الارتيكل وتواصلوا معنا في الواتساب للرقم ديالنا اللي هو 0666 52 59 91، حنا في مدينه مراكش قيصريه الصفاء المسيره واحد الاحباس، تنديروا التوصيل جميع مدن المغرب بالمجان.
بالنسبه للثمن ديال هذه الفريده هذه 8100 درهم اللي هي 162 الف ريال، وبالنسبه للثمن ديال هذه الفريده هذه 9600 درهم اللي هي 192 الف ريال. 192 الف ريال شي حاجه اللي باينه وعمويه وراقيه، وصحيحين هاد جوج هادو راه صحاح واقفين، والدوره 19 كما عودكم ديما. بالنسبه للثمن ديال هاد الدبليج هذا صويره حتى هو مضوبل، هذا دبليج مضوبل هذا اللي الثمن ديالو 4950 درهم 11 غرام فاصله 3 4950 درهم، شي حاجه اللي زوينه وراقيه. الاخوات اللي بغات هذا راه الدوره ديالو حتى هو 19 اونص هذا. شكرا الاخوات، شكرا على الدعم ديالكم. اخت اسيا تنشكرك بزاف بزاف، تبارك الله عليك اختي جروب. شكرا بزاف اختي، مرحبا الاخت اسيا، تنشكرك بزاف الاخت لانك بارطاجيتي ودعمتينا. شكرا اخت اسيا، تنشكرك بزاف بزاف، مرحبا بكم. مرحبا، اليوم غندوز لكم براسيات كاختي اللي كنتو موصلين عليهم شحال مره. جبت لكم ثلاثه براسيات في الميزات كاختي، هو تيختلفوا في الدوره، كاينه الدوره 19 و18 و17، يعني تيختلفوا في القياسات هادو اللي بغاتهم تسكرينيهم البنات. هادو راه مختلفين في القياسات ولا في الجرامات ولا في كلشي. المهم انا نحاول نوريكم بواحد بواحد باش تحاولوا تسكرينيو نتوما. بالنسبه للثمن ديال هذا البراسلي هذا 4150 درهم 9 غرام فاصله 2، 4150 درهم اللي هي 83 الف ريال 9 غرام فاصله 2. هذا فيه حجيرات وفيه كاختي حجيرات وكاختي اللي شي حاجه زوينه وراقيه في الميزات. هذا البنات هادو سكرينيوه وتواصل معنا. هذا الدوره فيه نحاول نقول لكم القياس تاع الدوره باش تحاولوا نتوما اي وحده تستفز منه، اي اخت اللي عندها قياس في هذه اليد هذا 5.5. هذا قياس 5.5 هذا اللي الغرامات ديالو 9 غرام فاصله 2، الثمن ديالو 4150 درهم 4150 درهم كاختي. هادو موديلات زوينين وراقيين، راه عندنا ثلاثه براسيات كاختي في الميزات. بالنسبه للثمن ديال هذا 4150 درهم 9 غرام فاصله 2، 9 غرام فاصله 2 هذا. وكاين الموديل الثاني اللي الدوره ديالو 6، هذا قياس 6. الاخوات اللي في قياس 6 الكاختي راه باقي نقي وزوين وبين وعاطي العين. بالنسبه للثمن ديالو 4350 درهم اللي فيه 9 غرام فاصله 5، 9 غرام فاصله 5 4350 درهم 9 غرام فاصله 5 قياس 6، 6 سنتيم في هذا الاخوات 6 سنتيم. بالنسبه للثمن ديال هذا 4350 درهم اللي هي 87 الف ريال 87 الف ريال 9 غرام فاصله 5. والموديل الاخر اللي على هذا الشكل هذا شي حاجه اللي زوينه، هذا راه باقي نقي وبين وعريض 11 غرام فاصله 2 5150 درهم 5150 درهم، شي حاجه اللي زوينه والثمن ديالها مناسب 5150 درهم 11 غرام فاصله 2. هذا في الميزات 11 غرام فاصله 2 هادو كاع داك اختي اللي وريتكم ثلاثه 11 غرام فاصله 2 وكاين 9 غرام ونص وكاين الاخر فيه 9 غرام فاصله 2. هادو كاع ميزات حاولوا تواصلوا. هذا اللي ما قلتلكمش القياس ديالو نحاول نقول لكم حتى هو القياس ديالو، هذا 6 سنتيم كاينين جوج فيهم 6 وواحد فيه 5 اونص. وبالنسبه للموديل تاع هذا الموديل هذا اللي الثمن ديالو يعني هذا التيكي ديالو فين هي احمد التيكي ديال هذا فين هو ماشي مشكل. المهم بالنسبه للاخوات هذا براسي هذا 3000 و 3000 درهم هذا عرفت عرفت عقلت عليها. بالنسبه للاخوات هذا نحاول ندوز ديالو هذا 3000 درهم الاخوات. هذا براسي هذا ب 3000 درهم هذا توا في الميزات شي حاجه اللي زوينه وراقيه، الثمن ديالو 3000 درهم. هذا 3000 درهم الاخوات شي حاجه اللي زوينه وراقيه ودوقيه 3000 درهم، الثمن ديال هذا 3000 درهم اخوات. هذا راقي وزوين من اللورا كيفاش داير، يعني تيتلبس على هذا الشكل هكا ما تيتلبسش، تيلبس محلول وتتسديه بحال الكورميت. وبالنسبه للموديل الاخر تاع الكلو شي حاجه اللي زوينه وراقيه، الثمن ديالها 3050 درهم اللي فيه 6 غرام فاصله 8. هذا بالنسبه للكلو. اخوات اللي بغات شي براسلي كلو ودير معاه الكاختي ها هما راه بجوج هما ميزات سكرينيهم وتواصل معنا في الخاص ونحاولوا حنا نصيفطوه لها اختي في اي مدينه كنتي. بالنسبه للثمن ديالها 3050 درهم اللي هي فيه 6 غرام فاصله 8، 3050 درهم اللي هي 261 الف ريال 61 الف ريال. هذا الثمن ديالو مناسب وزويون وراقي. وبالنسبة
وبالنسبه للبراسليات كاين هذا بلدي شي حاجه اللي زوينه، راه كاين خويتمات الاخوات اللي بغات الخويتمات راه كاينين، يعني تبقى معنا وتنص معنا في الواتساب ونصيفطيها الخويتمات. بالنسبه للثمن ديال هذا 4500 درهم في 10 غرام، هذا تبارك الله ماوي وبين وعاطي العين، الثمن ديالو 4500 درهم 10 غرام، 4500 درهم 10 غرام فيه واقفه. ونحاول نوري لكم من اللور كيفاش داير من هنا، يعني كيفاش داير الاخوات، يعني ما مضوبلش خاوي وبين، يعني شي حاجه اللي زوينه وراقيه، و10 غرام فيه 4500 درهم اللي هي 90000 ريال، 90000 ريال شي حاجه اللي زوينه وراقيه. وبقى لنا موديل هذا زويون رومي شي حاجه اللي زوينه 4500 درهم اللي فيه 10 غرام فاصله 6، 4500 درهم، 4800 هذا الاخوات 4800 درهم 10 غرام فاصله 6 اللي هي 96000 ريال، 96000 ريال هذا شي حاجه اللي زوينه وراقيه ب 96000 ريال 10 غرام فاصله 6، 4800 درهم شي حاجه اللي زوينه وراقيه ودوقيه. اخوات بقاو معنا، المهم كاينين دابا لنا خويتمات اللي بقاو لنا في هذا اللايف هذا، ونحاول نوريهم لكم باربعه، كاين اربعه الخويتمات اللي على هذا الشكل هذا، موديلات زوينين وراقيين، والثمن ديالهم نحاول نقول لكم كل واحد والثمن ديالو. بالنسبه للثمن ديال هذا الاول هذا 3100 درهم، 3100 درهم وغليظ وصحيح، فيه 3 جوج غرام فاصله 9، جاوبني واخا اختي بقاي معايا. المهم انا نحاول نقول لكم الاثمنه ديال هاد الخويتمات هادو، نحاول في الاخر نقرا لكم لي كومونتير واش الكلو صحيح. الكلو اختي صحيح، ها هو نوري لك اختي الصح والعمل، ها انت في الميزه ديالك اخت اللي بغيتي في الميزه، هذا راه كلو صحيح، راه فيه 6 غرام فاصله 8، 3050 درهم راه صحيح وعمل، يعني ما فيه لا ضربه لا والو، المهم باقي نقي اختي. بالنسبه للثمن ديال هاد الخويتمات هذا 1300 درهم اللي هي 26000 ريال، 2 غرام فاصله 3، 2 غرام فاصله 9، هذا 2 غرام فاصله 9، 2 غرام فاصله 9 هاد الخويتمات كلهم ميزات، 2 غرام هذا الاول هذا 2 غرام فاصله 9 اللي الثمن ديالو 26000 ريال اللي هي 1300 درهم. والموديل الثاني اللي على هذا الشكل هذا اللي الثمن ديالو 4850 درهم، 850 درهم غرام فاصله 9، غرام فاصله 9 850 درهم اللي هي 17000 ريال، هذا ب 17000 ريال اخوات شكي داير زويون وبين وعاطي العين، 17000 ريال اللي غرام فاصله 90. وبالنسبه للموديل الاخر اللي على هذا الشكل هذا اللي الثمن ديالو 1400 درهم 3 غرام فاصله 1، هذا باين 3 غرام فاصله 1 شي حاجه اللي باينه وراقيه وزوينه، اللي الثمن ديالو 1400 درهم 3 غرام فاصله 1 اللي هي 28000 ريال. وكاين الموديل الاخر اللي على هذا الشكل هذا اللي الثمن ديالو هذا ما حاولش زين الثمن في التحليه، ألف وخمسمية، ألف وخمسمية وخمسين درهم هذا الخاتم هذا، بألف وخمسمية وخمسين درهم هذا الخاتم هذا اللي باين وماوي وراقي. وبالنسبة للأخوات أي حاجة بغيتوها تواصل معنا في الواتساب وصيفطوا لنا السمية ديالكم والكنية والعنوان رقم التليفون، وحنا نصيفطوا لكم لي زارتيكل اللي كاينين عندنا. شحال ديال البراسلي؟ البراسلي كلو، نحاول نقول لك دابا القطر ديالو أختي باش إلا كان في كان قدك حاولي صيفطي لي معلومات ديالك باش نخلي لك. بالنسبة للقطر ديال هاد البراسلي أختي 6 سنتيم، القطر ديال هاد البراسلي هذا 6 سنتيم، اخت لي سولات عليه 6 سنتيم في هاد هذا، يعني 6 سنتيم في هذا وصحيح وزويون. هاد الكلو هذا اللي خداته راه غتستافد منه وباقي نقي وراقي، ما فيه لا تضغيطه لا والو، يعني شي حاجه زويونه وراقيه. اخوات هذا فيه 6 سنتيم 3050 درهم اللي هي 61000 ريال. فين كاين المحل؟ كاينين في مدينه مراكش قصريه الصفاء المسيره واحد احباس، تنديرو توصيل جميع مواد المغرب بالمجان. واش عندك رادكو ديال اليد؟ كاينه اختي غنحاول نوريها لك، ها هي اختي سوات على رادكو اليد، ها هي كاينه، كاين ثلاثه ديال رادكو تاع اليد. حلو، اي تساؤل عندكم سالونا وحنا معكم الاخوات. كاين ثلاثه لي غورمي تاع اليد، المهم حاولوا تقولوا لنا لانهم ما جديدينش. بالنسبه للثمن ديال هادو راه حاولي سكرينيهم وحاولي تواصل معايا في الواتساب ونصيفط لك الاثمنه ديالهم. اخوات اي تساؤل عندكم سالونا وحنا معكم، وحنا في الخدمه، وتنشكركم بزاف على البارطاج ديالكم. ما كاينش براسلي صغير 5.7 اختي، كاين عندنا، كاين معايا، توصل معايا في الواتساب ونصيفطهم لك. شنو بغيتي بالضبط وقول لنا شنو بغيتي نصيفط لك لي موديل كاين في 5.4 البراسلي. كاين موديلات كثار في كاين دامشي
لا منضمش لي، ما كاينش منضمش لي اخوات. لي كوردون اختي، لي كوردون ها هما اختي، ها هما اختي. كاينين هادو 200 درهم، هادو برومو 200 درهم الاخوات اللي سولت علينا دابا، ها هما كاينين 200 درهم الاخوات. الثمن ديالهم هادو 200 درهم، 200 درهم الاخوات هادو تستافدوا منهم. اي اخت تبغى تستافد من هادو راه دايرين 200 درهم، ونختموا لكم بهم اللايف. ونشكركم على البارطاج ديالكم والدعم ديالكم. حنا تنبيعوا الذهب 18 كارا اللي كاين عند سائر ذهبيه، وتنديروا التوصيل جميع موديل المغرب. شكرا لكم على الدعم ديالكم والبارطاج ديالكم. مرحبا بكم، ألف مرحبا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.